لو عاوز أدخل دبلومة استثمار من باب إني أحسن تقديري لرغبتي في العمل في بنك، وأنا كنت قسم محاسبة، كنت دايما التركيز عندي قليل عشان كده بقع فيها تملي رغم سهولتها بالنسبة لي، فخايف أقدم على قسم صعب خاصة إني في حيرة ما بين تسويق واستثمار، فحضرتك تنصحني بإيه؟ أنصح بحضرتك يا أستاذة ولاء إنك ما تدخليش أي حاجة إلا متحددي بالظبط أنت عاوزة إيه؟ واضح إن حضرتك في حيرة، والحيرة دي مش هتتاكي، ومش فقط ان انت تاخدي دبلومه استثمار البنوك هتفتح لك الابواب، لا الموضوع بياخد اكتر من كده، وكمان فكره ان التركيز عند حضرتك قليل دي مشكله كبيره، لانك لو تشتغلي في بنك تشتغلي في فروع، فالصرافه بقى والدخله وناس خارجه وفلوس وتعملي ديبوزيت ايداع يعني ليله كبيره، فانت التركيز مع الضغط اعتقد ان العمل في الفروع مش هيكون مناسب لحضرتك. فكرة كمان تحسين التقدير دي فكرة مش مظبوطة، الناس بتاخد دبلومة أو دراسات عليا صحيح علشان لو هو جايب تقدير مقبول أو خلاف، ولكن علشان كمان لو هو اختار مجال معين وحابب إن هو يرمي فيه شهادات تستطيع معه إن هو يكون عنده خبرة في مجال معين بينجح فيها بإذن الله وينتقل من مؤسسة لمؤسسة أخرى. عشان كده احسمي من دلوقتي انت حابه ايه يا استاذه ولاء، وبعدين ابدأي ان انت يكون عندك دخول لهذا المجال، ورما ربنا يكرمك وفعلا حسيتي نفسك فيه ابدأي ادخلي فيه دراسات عليا، ومره تانية مش ده اللي هيخليك تدخلي بنك او تحسني تقديرك، اللي هيخليه هو انك تدخلي مجال انت بتحبيه، هو ده اللي هيساعدك ان شاء الله.